هاي الله يبارك. تحيتي من قلب مدينة العيون، قلب الصحراء المغربية وعاصمة الصحراء المغربية، مدينة العيون، المدينة الجميلة. اليوم يعني حدث تاريخي واحتفالا بعيد المسيرة الخضراء، يعني من المشاهد الجميلة اللي كتكون في المكان هذا وفي ساحة الشهداء أو ساحة المشوار، عفوا، يعني اللي كتكون رفع العلم المغربي في هذا المكان هذا. أجواء جميلة هنا بمدينة العيون، والجميل هو الحضور، عدد كبير يعني ديال جمعيات المجتمع المدني اللي جاو يحضروا لهذه اللحظة التاريخية هنا من هذا المكان بساحة المشوار هنا بمدينة العيون، والكل يعني كيرفع العلم المغربي وشعارات وطنية بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء. أجواء جميلة هنا، يعني كيف ما كتشوفوا امامكم، يعني سكان مدينه قلميمه يعني هذا المكان، يعني كل سنه يعني كنشوفوا نفس هذا المشهد هذا، يعني مازال توافد كبير على هذا المكان ساحة المشوار. السلام عليكم. حنا مجموعة ديال الإخوان جينا من الدار البيضاء تحت لواء جمعية تزاكورت، جينا نحضروا المناسبة العيد المسيرة الخضراء اللي كان له رمز خاص هذه السنة. مجموعة من الدول العالمية وآخرهم كانت دولة فرنسا، وهذا يشرح لنا الشرف. كل شيء هذا بالفضل ديال ملكنا، الله ينصروا لنا والله يحفظوا لنا، وعاش المغرب وعاش الاحتفالات شيء اخر، ماشي بحال اللي كنشوفوها في التلفزيون. الحضور شيء اخر، واحد الشغف، واحد الغبطه، ما من كان واحد الاحساس فريد من نوعه، رائع رائع. وشنا ناس كثار وكل شيء فرحان، كل شيء متاع زماك. لا اله، الحمد لله، الحمد لله على مغربنا، والله ينصرنا والله يقوي بلادنا ويقوي لنا ملك ويحفظوا لينا. عاش الملك وشعرنا الله، الوطن، الملك. السلام عليكم ورحمة الله. عرب الحسن، أمين مال جمعية كسنين التنمية من الريف. أنا جيت مع جمعية تزاكورت التنمية والتضامن، وحنا جينا من شمال المغرب إلى جنوب المغرب في إطار يعني صلة الرحيم بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، ونحن فخورون بالاحتفال مع إخواننا في الصحراء شمال المغرب إلى جنوب قاغا ونشتما جوستما يا الريف، من ما تجام ما زيغان دا عربا دي صحراويا من دي الجبارة كوتشي الشن دومة نسيب أنحية الذكرى المسيرة الخضراء إن شاء الله دي العيون. سوى داي الشعار سيدنا محمد السادس الملك المغرب، أسجد النغ أثين سعبي أثين شاف عربي، وعاش الملك. وإحنا دائما في خدمة الوطن ديالنا وشعارنا الله الوطن الملك.
اذا مشاهدينا اجواء جميله في هذه الاحتفالات هذا اليوم، يعني عزف النشيد الوطني غيكون على المباشر، تحيه العلم المغربي ورفع العلم المغربي غادي يكون معكم على المباشر. المسيرة الخضراء، الله 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 الله، حاملين كتاب الله وطريقنا مستقيم، إخواننا في الصحراء يسالونا الرحيم، إخواننا في الصحراء يسالونا الرحيم، يا الغادي للصحراء ببدها مفتوحة، مسيرتنا الخضراء نتيجة مربوحة، بها أمن وسلام، تاريخ مثل الوطن، بلا حرب بلا سلاح، معزيزات السلام، وعاش الملك، والله يسرك سيدنا، والله يشافيك سيدنا. والله يشافيك سيدنا، والله يسرك سيدنا، أوي أوي يا ربي تحفظ بلادنا وتحفظ العام ديالنا من تنجل الكويرة. عاش الملك، عاش سيدي محمد، عاش مولاي الحسن ولي العهد الأمير سيدي مولاي الحسن وسلوي الأمير مولاي الرشيد وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة. يا ربي تحفظهم، يا ربي تحفظ لنا ملكنا وتحفظ بلادنا والعام ديالنا من تنجل الكويرة. عاش الملك، عاش سيدنا، يا ربي تنصره وتنصر أمة محمد جميعا إنه سميع مجيب. يا ربي تحفظنا جميعا يا ربي. مشاهدينا المتتبعين ديالنا، يعني نتمنوا ان كيف ما كتعرفوا هاد الاحتفالات يعني كيدخلوا عندنا الاعداء ديال الوطن ديالنا واللي ما كيبغيوش البلاد ديالنا، وكيبقاو يكتبوا شي تعليقات يعني ضد في البلاد ديالنا. نتمنوا منكم المغاربه انكم يعني ما نخافش عليكم كما كنقولوا، انكم تقدروا تردوا عليهم. السلام عليكم ورحمة الله، معك جمعية تزاكور للتنمية والتضامن الاجتماعي. نحن سعداء أن نكون في هذا اللقاء ذكرى 49 للمسيرة الخضراء. قلوبنا وأنفاسنا وأرواحنا كلها هنا في هذه المناسبة السعيدة فداء لملكنا ووطننا وصحرائنا، ونقول الصحراء مغربية وستظل مغربية حتى يرقى الله الأرض ومن عليها، والله يشافي سيدنا، والله ينصره ويخليه لنا، وإحنا دائما ما وتحت ولا يفوتني أن نقول أننا أتينا جماعة من الدار البيضاء المحمدية، مكناس، الرباط، بني ملال، مراكش، وكلنا سعداء أن نكون في هذه المناسبة وسنويا حتى والصحراء مغربية حتى يرضى الله الأرض ومن عليها. وعاش الملك، الله ينصر سيدنا، وشعارنا الله الوطن الملك. المشاهدين كيف ما كتشوفوا الاجواء هنا بمدينه العيون بساحه المشوار، تبغى الدم ها؟ لا ما باغي الدم. السلام معكم، الحمد لله. نعم مباشرة. مباشرة. السلام عليكم، كنشكروا الإخوان غادي كهيئة المجتمع المدني جهة الدار البيضاء الصاص، وكنشكركم من هذا المنبر وتحياتي، الله يحفظك، كنشكرك على التغطية.
كتشوفوا مشاهدينا الاجواء داخل ساحة المشوار هنا بمدينة العيون، اجواء جميلة، كيكون العزف الوطني مع رفع العلم الوطني، يعني حاليا استعدادات جارية. يعني صراحة الجميل هو أنه كاين الجالية المغربية بالخارج، وكاين يعني ناس مواطنين أوروبيين اللي حاضرين معنا يعني فهاد اليوم. إذن مشاهدين الاستعدادات يعني حاليا ساحة المشوار لرفع العلم المغربي. والجميع مجند لهذه اللحظة التاريخية أو لهذه المناسبة والتذكير بهذه الذكرى التاريخية. لحظات يعني حضور والي مدينة العيون وشخصيات بارزة وسفراء من بعض الدول الخليجية و حضور رئيس جهة مدينة العيون، يعني وحضور رئيس جماعة المرسى بمدينة العيون، يعني شخصيات بارزة والحضور ديالها في هذا في هذه اللحظات. عزيز حيث العزيز عزيز
الزيادات لرفع العلم المغربي هنا من ساحة المشوار بمدينة العيون، وعزف النشيد الوطني. أجواء جميلة جدا صراحة مشاهدينا، يعني نقدر نقولوا ان بالنسبه لهاد عش، يعني اجواء ديال المسيره والتخليد ديال ذكرى المسيره الخضراء بجميع عده مدن مغربيه، ولكن هنا بمدينه العيون يعني اجواء مختلفه تماما واجواء جميله جدا. يعني كانت احتفالات بمدينه الداخله سابقا، يعني احضرت الاحتفالات بمدينه الداخله ومدينه اكادير، ولكن هنا بمدينة العيون أجواء جميلة جدا جدا جدا. أتمنى أننا يعني هذه الاحتفالات هذه اللي كنشوفوها أنكم الشباب. لما تبقى تزيدوا القدام الله يرحم بالوالدين، تاخذوا كاملين ناخذوا مجموعين الله يرحم بالوالدين، رجعوا شي شويه الله يرحم بالوالدين. إذن مشاهدينا، يعني شخصيات بارزة في مدينة أكادير. إذن في هذه اللحظات سوف يرفع علم البلاد بحضور والي ياك اخي، ياك عقل عليها اخي.
زهر رجع مرة. ليش أخويا؟ مشاهدينا كيف ما كتشوفوا هذه هي الاجواء بعد رفع العلم المغربي هنا من ساحه المشوار بمدينه العيون. هذه هي الاجواء الجميله اللي تكلمنا عليها. اذا الى هنا نودعكم والى اللقاء الى بث اخر ان شاء الله بحول الله.